برحب بيك يا بسمة، وبرحب بكل السادة المشاهدين. أهلا يا انتهى نسمة. انتهت انتخابات مجلس الشيوخ، يعني في الجولة الأولى جميع اللجان قفلت في أو أغلقت في تمام الساعة 9 مساء. اللي بيحصل دلوقتي هو أنه بيتم فرز انا بس الأصوات عايزه من اقف جانب لحظه، جميع اللجان نسمه الفرعية ثم التوجه نسمه دقيقه واحده بس، للجنة الأولى. نسمه نسمه، انا عارفه أيوة انه بيبقى في ديلي في الصوت، وانا مش عايزه ان انا اقاطع واضيع الوقت في اني اقاطع وانت تستني لما تسمعيني. خليني اسالك على كل الحاجات اللي انا عايزه اعرفها، وهسيبك باريحيه تجاوبي ومش هقاطعك واخليكي تجاوبي على طول. عايزه اعرف اليوم مر ازاي عمليه الفرز، وعايزه اعرف انه المشهد كان عامل ازاي، عايزه اعرف هل في لجان مادت التصويت، هل هيتم الاعلان عن نتائج اوليه ولا هننتظر النتيجه لحد ما نشوفها تطلع نتيجة رسمية. ومن خلال وجودك في الشارع ومتابعتك لانتخابات الشيوخ، عايز أعرف تعليقك مهم جدا في اليومين بتوع الانتخابات، تقولي لي رأيك إيه. اتفضلي يا نسمة. تمام، يعني احنا تابعنا من بداية فتح اللجان 9 الصبح، كان في يعني اقبال من المواطنين على يعني النزول والادلاء باصواتهم. كان الفئة المسيطرة منذ الصباح كانت لفئات كبار السن، رأينا سيدات ورأينا رجال طوال اليوم، يعني على الرغم من ارتفاع لدرجات الحرارة في محافظة السويس، لكن ده الحقيقة ما منعش تماما الناس ان هي تنزل وتدلي بصوتها، وده طبعا يرجع للوعي الكبير للمواطنين وأهمية مشاركتهم في الانتخابات مجلس الشيوخ. احنا موجودين دلوقتي في المدرسة الرسمية للغات ببور توفيق. المدرسة دي فيها لجنة واحدة فقط خاصة بالسيدات والرجال، فيها 4440 صوت. اللجان قفلت الساعة 9، ما كانش في مد، لكن لو في اي ناخب داخل المقر الانتخابي اللجنة ما بتقفلش غير مع اخر ناخب بيدلي بصوته. اللجنة هنا اللي انا موجودة فيها قفلت في تمام الساعة 9 مساء، يعني رئيس اللجنة بدأ مباشرة عملية الفرز داخل اللجان، يعني وهينتهي من الفرز ويتوجه للجنة العامة. في هنا في محافظة السويس لجنة واحدة عامة على المستوى المحافظة، وفي 96 لجنة فرعية. لو هنتكلم على عدد الأصوات، ف يعني عدد أصوات الناخبين اللي ليهم حق الإدلاء بأصواتهم 460 ألف في محافظة السويس. المشهد يعني تقريبا ما تغيرش عن امبارح، نفس الاجراءات الاحترازيه اللي كانت موجوده من يعني من قبل وزاره الصحه، كان في ممرضه خارج اللجنه الفرعيه بتقوم بتطبيق الاجراءات، سواء يعني كشف يعني قياس درجه حراره الناخب او اعطائه الكمامه والتاكد من ارتدائها قبل الدخول والادلاء بصوته وتعقيم يديه. اما عن التنظيم، فالحقيقه في تنظيم كبير جدا وفي تعاون كبير من يعني القائمين على العمليه الانتخابيه، بيحاولوا يسهلوا كل الامور امام الناخبين علشان يعني تمر العمليه الانتخابيه بصوره مشرفه وبصوره سهله. اما عن النتائج، يعني النتيجه هننتظرها من الهيئه الوطنيه للانتخابات بعد انتهاء الفرز والتوجه للجنه العامه في كل محافظه طبعا. وأعود مرة أخرى ليك يا نسمة.